طيب كابتن محمد هسألك سؤال مباشر، هي طريقة لعب موسيماني مع الأهلي، طريقة اللعب الخطة إيه؟ النهاردة من أحد الأسباب اللي حسيت إن موسيماني خلاص يعني بيجيب الأنفاس الأخيرة في مصر، المؤتمر الصحفي في آخر 3-4 أسئلة، واحد سأله نفس السؤال ده، أنت بتلعب بطريقة إيه، 4-2-4 ولا 4-3-3؟ الطبيعي يقول له ممكن في ماتشات بلعب كده وفي ماتشات كده وفي ماتشات تانية، الطبيعي وفي ماتش بغير خطتين ثلاثة، من حقك طبعا كمدرب ده الطبيعي انت تقول كده لو انت واثق او عندك ثقة مش متحفز للي قدامك، لان قبلي واحد سأل سؤال برضو ورد عليه بطريقة مش حلوة، المرة دي قال له انت شايف ان انا ممكن العب بطريقة ايه، انا العب بالطريقة اللي بتكسبني، طريقة الرد حاسس ان هو مش، وعلى فكرة هو فنيا يتجدد له فنيا وأرقام مفيش خلاف يتجدد له، ولكن نادي الأهلي احنا سنة 94 ألان هاريس خد الدوري والكاس وكاس أفريقيا ومشي تاني سنة، ففي حاجات كده هم لجنة التخطيط أو لجنة الكرة أو إدارة النادي بتشوف بتقيم المدرب مش فنيا بس، تصريحاته سلوكيا وإيه. أنا بقول لك طريقة النادي الأهلي اللي دايما بيكسح بيها أي حد وبيضغط على اي حد وبيفرقش معاه حاجه 4-2-3-1، تضغط الفرقه من قدام، انت عندك لعيبه مهاريه، عندك امكانيات في الفرقه حاجه محترمه، عندك دكه تقيله، فانا انا لما بلعب 4-3-2 ومفيش فرود ويطلع هتضغط زي ما انت بتقول بيوصلوا للجون، فرقه المريخ النهارده وصلت للجون كذا مره، هي دي النادي الاهلي 4-2-3-1 ده النادي الاهلي. في ماتشين ثلاثة في السنة ممكن ألعب 4-3-3 بلعب الترجي في الترجي سان داونز مش عارف إيه، إنما أنا بقول لك الأهلي عنده مشكلة السنة الجاية، مشكلة آخر طبعا مشكلة كبيرة، ليه؟ مفيش غير محمد هاني، مفيش غير علي معلول، دي طرفين، ما أنا عندي كريم فؤاد، فين؟ محمود وحيد إمتى؟ إمتى علي معلول النهاردة من أحسن الباكات ليفت اللي جت هو وجلبرتو، انا بتكلم عن محترفين مصريين احسن بكتير برضو، انما الفتره اللي في الاخيره عالي من احسن، ولكن طب امتى خلاص في وقت انت عملت كل حاجه ما عندكش الابداع الاكثر من كده، فانت هتبتدي غصب عنك يا في النازل يا ثابت، النهارده التغطيه بتاعت علي معلول كذا شارع من تحت من وراه، يمكن الجون الاولاني الفيرود قطع هو المساك او الديفندر يروح معاه مش بتاعت علي ماشي، بس الكره اللي اتلعبت له وجت لفيصل عجب وقفها غلط، مفيش كابتن مدافع بيقف كده، لازم يبقى بورب شويه، ففي حاجات كتير، فالنادي الاهلي ما عندوش باك ليفت يلعب بعد علي معلول يبقى مكسر الدنيا، ما عندوش باك رايت بعد محمد هاني يكسر الدنيا، لو اليو ديانج ده مشي هتلاقي السوليه وحمدي فتحي لوحديهم، انت فاهمني؟ لو قفشه ده بعد الشر ما عندوش بري ميكر، ما عندوش ممكن احمد قادر يعملها شويه، بس شايف احمد قادر على الطرف كويس. فانت في ناس لا ما كانتش تمشي من الاهلي، والنادي الاهلي لازم يفكر في بدائل من دلوقتي يا كابتن، هي دي المشكله.